عليكم، اهلا بيكم وسهلا. وطبعا شرف كبير قوي ليا ان انت تتصل بيا وتتواصل معايا. لكن خلينا عمليا، التواصل الشخصي بالنسبة لي من الناحية العملية يعتبر صعب جدا جدا ان انا اتواصل مع كل واحد بصورة شخصية، لكن الطريقة المثلى للتواصل هو التواصل العام، يا اما على قناة اليوتيوب اذا كان مجرد سؤال خفيف كده ولا حاجة، ولو حاجة طويلة وهتحتاج متابعة فيبقى على الموقع بتاع اللي هو www.dr-hilal.com، ده يكون افضل 100 مرة. بخلاف كده صعب عليا ان انا اتواصل بصورة شخصية مع كل واحد يتصل معي. وبرضه من الناحية التانية لما بنتواصل على اليوتيوب او على الموقع، طبعا الغيرنا بيقدر يشوف الحوار اللي دار بيننا ويستفيد منه، وبكده تعم الفايدة. اما بتروح الموقع زي ما واضح كده dr-hilal.com، بتبان لك الصفحة الرئيسية او اي صفحة، بتلاقي فوق قائمة كده بالعرض، اول حاجة فيها الاتصال بالدكتور هلال، تقدر تضغط على دي. خلينا نشوف الضغط هنا الاتصال بالدكتور هلال. اما بتضغط بتفتح لك صفحة في بدايتها الاتصال بالدكتور هلال. ده بخصوص النواحي الصحية او الطبية اللي انا هرد عليها، لكن الامور اذا حب حد منكم يتواصل معايا بخصوص الفلبين فانا معلومات عن الفلبين غير دقيقة، لان انا لا درست في الفلبين. مثلا اللي عايز يدرس عن دراسة في الفلبين او الاستثمار في الفلبين، انا لا درست في الفلبين ولا استثمرت في الفلبين، فمعلوماتي عنها غير دقيقة. وانما انا عامل الموقع rafil.com عشان اللي يحب يسال سؤال بيسال، وفي ناس بتشوف السؤال اللي منهم يعرف الاجابه او عنده خبره مماثله بيرد، فالموقع مكان لقاء ناس بتسال وناس عارفه او عندها خبره بترد، من كلهم زوار واعضاء في الموقع، انا مجرد صاحب الموقع او الممول اللي عامل الموقع. وإن شاء الله ربنا يوفقكم جميعا، وأنا تحت الأمر. وبرضو أعيد وأكرر أن كونك أنت أو حضرتك أو حضرتك اتصلت بيا ده شرف كبير جدا ليا جدا، ويؤسفني أن أنا ما نلتش هذا الشرف، وده لأسباب غصب عني.